هنتظر بس قليلا الناس بس تحضر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في الله. طبعا احنا ان شاء الله دي اول حلقة في سلسلة استمر في هوايتك. احنا كنا اتكلمنا من فترة على الموضوع دوت وحبينا نقصلها بشكل يعني لله كده. ليه اول حاجة احنا بنقول استثمر في هوايتك؟ ليه دايما احنا عايزين ندفع في الباب ده؟ ليه دايما بنحب نتكلم ونقول يا شباب استثمروا في هوايتكم؟ لا، اكبر معادله صعبه تقدر تعملها انت كهاوي انك تستثمر في هوايتك. انا بس عايز اتاكد من حضراتكم ان الصوت كويس. هل الصوت كويس؟ اكمل. بنورك يا باشا، الصوت كويس؟ طيب متوكل على الله. طبعا انا عايز بس قبل ما نبدا، لو قصدت فده من الله وحده، ولو اخطات فده من نفسي ومن الشيطان. اول حاجه ليه بنقول استثمر في هوايتك وعايزين ندفع الناس للاستثمار في الهوايه والكلام ده؟ اول حاجه اكبر معادله واشرف معادله انا شايفها انك تستمتع بهوايتك بشكل عام، زائد انك انت تطلع لك منها ربح تخليك تقدر تطور منها بعد شوية. يعني انك تقدر مكمل وتقدر تدي في هوايتك، ده اهم حاجة. عشان كده بنقول ان الاستثمار في الهواية هي فكرة من اصعب الفكرات. احنا عندنا طبعا عندنا الهاوي والهاوي المحترف، دول اقسام الهواة عندنا. المربيين نفسهم بينقسموا الى قسمين، هاوي وهاوي محترف. الهاوي العادي ده شخص بيربي لمزاجه الشخصي خالص، بيربي عدد قليل من الطيور، مش ما بيهتمش بانواع الطيور اللي بيربيها، مش حاطط خطه لمزرعته، مش ماشي على منهجيه، مش ماشي على هدف عايز يوصل له، ما بينافسش حد، طبعا تنافس مشروع، بيفكر من تلقاء نفسه فقط. هو ده الهاوي العادي. الهاوي اللي هو برضه ليه كل الاحترام، بس هو لاسباب معينه هو مكتفي بالموضوع ده. اولا في تعريف كلمه هوايه في العالم كله، الهاوي دايما، الهاوي كلمه هاوي بتنقسم في لقسمين، قسم هاوي وقسم هاوي محترف. الهاوي العادي ده شخص ما بيحصلش ربح مادي مقابل هوايته ديت، ولو خد مقابل ربح بياخد ربح قليل جدا. اما الهاوي المحترف لانه بيطلع صوره كامله، يعني من المنتج اللي بيربيه او الحاجه اللي بيحبها بيطلعها بشكل احترافي، فبياخد على كده مقابل مادي. في بعض العصور كانوا الهواة لو خدوا مقابل مادي بيتشطبوا من الاتحاد او يتشطبوا من المجموعه زي الملاكمه والسله والكلام ده. كان فتره من فترات الناس دي لو كانت عارف ان هم تقاضوا اجر كانوا بيفصلوهم. دلوقتي العالم كله اعترف ان في حاجه اسمها هاوي وهاوي محترف، وده بيلعب في دوري معين وده بيلعب في دوري تاني، لان دوت قدر ينمي هوايته ويقوي نفسه عشان يوصل انه يعمل حاجه. فايه هو ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده واللي احنا نشتغل عليه؟ الهاوي المحترف. انا عايز اقول لك بقى الهاوي المحترف اللي احنا بنتكلم، احنا مقسمينه لثلاث اقسام. الهاوي اللي انت شايفه، اللي انت شايفه بتشتغل عليه، اللي احنا اكتريتنا منهم الناس اللي بتربي مجموعه من الطيور اللي عندها هدف ان هي تنافس وتتحدى الاخرين عشان بتنافس مشروع عشان توصل لهدفها. الناس ديت هي اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. الهاوي العادي اللي احنا ذكرناه في الاول هو هاوي على راسنا وكل حاجه، بس انا شايف ان الشرف، كل الشرف للهاوي اللي ما بيخليش على نفسه
او بيته او ياخد من بيته عشان يودي هوايته. العكس صريح، هوايته ممكن تضيف له، الهوايته ممكن تديله فيقعد مكمل بحب ويقدر يدي للهواء اللي حواليه لان هم عليهم فضل هم كمان. انت لما تبقى هاوي محترف وربنا يرزقك ويوسع عليك، الهواء العادية الهاوي العادي انت برضو او الهاوي المحترف اللي سابق اللي انت سابقه ليه عليك حقوق لازم تبقى انت عارفها كهاوي محترف. فانا بكلم اخواتي الهواء المحترفين حتى اللي لسه مبتدئ اللي ماشي في طريق الهواية المحترفة. خلاص كده. اولا الهاوي المحترف بينقسم الى ثلاث اقسام. هاوي، انا مسميهم كده يعني هاوي، وده بعض المسابقات العالمية زي البطولات العالمية في طيور الزينة بتقسمهم لكده على فكرة، يعني مش زي عندنا كله بينافس مع بعضه، فالصغير فالمحترف قوي ينافس اللي لسه محترف او كده، لا ده هو بيقسمها لثلاثة. بيقسمها لثلاثة ايه هما؟ عنده جونيور وسينيور وشامبيون. ايه هما تاني؟ جونيور وسينيور وشامبيون. الجونيور ده واحد لسه مبتدئ، لسه عايز يعرف اساسيات وراثه، بيبقى عارف مثلا حاجات بسيطه عنها، بيبقى عارف حاجات بسيطه عن التربيه، عن التغذيه، عن الاضاءه، عن الحاجات دي. ده الجونيور. الجونيور ده واحد لسه مبتدئ، بيبتدي من 1 لـ3 سنين عامه في اي حاجه. الشخص ده ليه كل الاهتمام لان هو اللي هيبقى شامبيون بعد كده. هو الشخص ده نفسه اللي هيبقى عليه نواة لو الناس فكرت فيه هيروح لمرحلة تانية، هي لمرحلة الشامبيون. فاحنا الشخص ده بالذات لو قدرنا ان احنا ننميه ونقويه ونفهمه هو بيعمل ايه وندعمه بجد بحق، لان هو عليه حق، لينا حق، ليه حق عننا. عندنا ايه الحق اللي عندنا؟ حقه عندنا ان هو ندعمه ونقف جنبه زي ما كان في افاضل وقفوا جنبنا ودعمونا حتى لو كان الموضوع صعب في فترة من فترات. المفروض ان كل اللي يجي يسهل على اللي بعده. يعني انا شفتها، انا لما مثلا كنت في شركتي، دخلت في شركة البرمجة اللي انا فيها، المهندسين اللي قبلية كان في صعوبة بس احنا حاولنا نقللها على اللي جاي. فاللي جاي دلوقتي بيحس ان الموضوع مش صعب زي ما احنا كنا من 15 سنة. فهو ده اللي احنا عايزين نعمله في الهواية، ان احنا نبتدي نطلع مفاهيم ونساعد بعض. عشان خلي بالك انت لما تساعد الهاوي اللي لسه مبتدئ ربنا، واحنا كلنا لسه مبتدئين برضو، احنا ما وصلناش لمرحله الشامبيون بس احنا ممكن يكون في مرحله السينيور. هل في مرحله السينيور يعلم الناس اللي في مرحله الجونيور؟ اه طبعا يعلمهم وياخد بايديهم عشان يطلع في مرحله الشامبيون الاثنين مع بعض. وفعلا ده كله بيساعد، اي انت في بلدك ايا كان بلدك، ده هيساعدك ان انت تساعد اخواتك اللي منك ان تطلعوا مع بعض. ممكن انت تكون قبليهم بسنه، ممكن تكون قبليهم بخطوه بس او خطوتين، بس انت فهمت عنهم حاجه ينفع تديها لهم، فلازم تساعدهم عشان تطلع بيها. يبقى احنا قلنا الاقسام اللي عندنا، ثلاث اقسام، جونيور وسينيور وشامبيون. الجونيور هو واحد مبتدئ خالص لسه بادئ نفسه يحترف، هو لسه في طريق الاحتراف، فقصاد كده بيسمع وبيشوف وبيذاكر عشان يوصل لايه؟ لمرحله الشامبيون. احنا مش هنقدر نقول عليه ان هو طلع للسينيور الا لما يتقن اساسيات الوراثه. طب يتقن اساسيات الوراثه دي ان هو يتعلمها. في كورسات ممكن ابعت لحضراتكم اللي عايز الكورس ده. كورس بتاع اكاديميه تامر مسعود، في ناس اتكلمت زي كتاب العالم الساحر للحاجه ابو جميله، في كذا حاجه لو فعلا انت سمعتها فعلا كان واحد لسه مبتدئ، لا هتطلعك شويه في التربيه، في الالوان، في التربيه، في الوراثه، الحاجات دي بالظبط لو عملت عليها ميكس انت كهاوي مبتدئ جونيور هتبقى معاك احسن ان شاء الله. اما الهاوي السينيور اللي هو قدر يوصل خلاص، هو بقى مثلا عنده 80% من علم الوراثه، قادر ان هو يشتغل على نفسه ويبتدي عنده آليات يعني. فالهاوي السينيور اللي هو في مرحلتنا ديت اللي هو بيقدر عنده 80 بيلم ب 80% من الوراثه، بيلم ب 80% من التربيه، بيلم 80% من الفرخ، قادر يوصل ان هو يفرخ طيور تقدر تنافس. بس بتنافس ايه بقى؟ بتنافس محليا وعالميا على قده برضه.
لو قدر ان هو فين الكتاب؟ الكتاب ده اسمه العالم الساحر للحاجة ابو جميلة، انا ممكن اتواصل معاه يبعته لي وابعته لكم، او يعني ايه العكس، يعني كتاب ممتاز جدا اسمه كتاب العالم الساحر، او هبعت للناس اللي عايزة او هبعت للناس اللي عايزة دورة الوراثة بتاعت تامر مسعود، ودي هتبقى خطوة للناس اللي هي جونيور انها تتحول لسينيور، تمام؟ زي ما احنا كنا جونيور وتحولنا لسينيور عادي من وجهة نظري. يعني الكتب دي كانت هي الاساس، يعني الكتب بالذات بتخليك ما بتحاولش، الكتب او البي دي اف او الحاجات اللي الناس بتبعتها لك مهمه ليه؟ لانها مش هي مش شخص بيأثر عليك، لا هي فكره واصله لك، فانت بتقرا، بص فكره انك تقرا وتوصل هو ده الاساس. اكتر الناس اللي انت بتسمعها وبتحترمها في الهوايه قرت بره وقرت ابحاث. انت ممكن دلوقتي تخش على الدبليو بي او وتخش تجيب اخر مقاله عن الفالو، اخر مقاله عن اسمه ده، هي متاخره شويه عندهم، يعني بيعملوا حاجات متاخره، بس في الاخر الكتاب بي دي اف ولا لا، الكتاب بتاع الحاج احمد ابو جميل ده العالم الساحر بي دي اف. وفي برده الوراثه، دوره الوراثه بتاعت الاستاذ تامر مسعود جيده جدا 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 للمبتدئين، وكمان برضو للمحترفين ان هم يراجعوا. انا استفدت من الدورة دي جدا، وان شاء الله لما الدورة تتعمل انت كهاوي مبتدئ لازم تشارك فيها، لان في اختبار في اخر الدورة، فعلا اختبار صعب وبيحدد مستوى الناس، في ناس جابت 70 وفي ناس جابت 95، في ناس غلطت غلطة نزلت 3 درجات الموضوع في دل. فانا بشجع الناس ان هي ذاكر ادم فيه ركود في السوق والدنيا هادية، فنمي من نفسك عشان لما الدنيا تفتح ما تفضلش انت جونيور وتبقى سينيور ساعتها، فساعتها هتقدر تبيع، لان خلي بالك السينيور هو كمان ملم بالتسويق، يعني السينيور بالذات هو شخص ملم بالتسويق، بيقدر يسوق طيوره باحدث الوسائل. انا عايز اقول لك ان خلال 4 سنين اللي فاتت حصل تغير في السوق، الاول كان السوق مبني على سوق السيدة عائشة، تمام؟ وعن ان انت تسلم لتجار اللم، دلوقتي الموضوع مختلف جدا والدنيا اتفتحت على بعضها، وبقت كل الناس انت ممكن تناقش ناس من اوروبا في مسائل، وممكن تعمل لنفسك اكاونت وتخش على 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 ناس تانية وتذاكر وتعرف وتحاضر وتفهم وتاخد شهادات وانت قاعد في البيت عندك مجرد ساعة كل يوم. فما تقعدش تقول ايه اصل الدنيا لا، بص فترة الركود او فترة الراحة انت بتنمي من نفسك، كل يوم هتقرا حاجه جديده، كل يوم هتزود من نفسك، كل يوم هتفضل في حته تانية. لو انت وقفت، مفروض ان انا بتكلم معاك النهارده، المره الجايه هشوف نفس الشخص اللي قدامي ده وصل لمرحله تانية. يعني انا النهارده كنتش مهتم بالوراثه او باساسيات وراثه، لان مش كل الناس طبعا بتوصل لاخر الوراثه، محدش وصل لها يعني، لان الوراثه برده صعبه ومحتاجه دراسه كبيره. اما انا بتكلم على الناس اللي عايز توصل لاساسيات الوراثه، والله انت لو وصلت لاساسيات الوراثه وفهمت يعني ايه معنى، يعني الطيور دي بتجيب لي ايه، الطيور دي انا شغال في ايه، انا نفسي عندي في مزرعتي كام حاجه. احنا كل اللي هنعمله بعد كده اللي هنتكلم عليه النهارده كله مبني على الثلاث حاجات دول، انك انت بتسعى، انك انت بتطور من نفسك، انك انت لما الراجل يخاطبك بره بيجي لك الفرصه يكلمك اي واحد من دوله تانية، انت قادر ان انت تخاطبه بلسانه، لان في لغه عالميه، اللغه العالميه دي في الطيور اللي هي ان انت بتتكلم. دلوقتي انا بكلمك مثلا على كلير وينج، فانت عارف يعني ايه كلير وينج، دي ابسط حاجه. بكلمك على الفول بادي، يبقى انت فاهم يعني ايه فول بادي، مش لسه بتتلخبط. لو لسه بتتلخبط يبقى تذاكر. طب في ناس بتتلخبط محترفين؟ اه طبعا، مفيش حد ما بيتلخبطش، وفي حاجات بتبقى هتخش انت بعد كده في الوراثه هتلاقي ان الدنيا متشابهه في حبه حاجات كده. المهم ان انت تذاكر وتطور من نفسك، المذاكره دي هي اللي بتخليك قاعد قدام اي اسم في العالم هو بيحترمك. انا اعرف ناس من مصر هنا فعلا شباب لسه صغيرين في في في, في طنطا مثلا وفي في, في محافظات تانية، والله انا بتكلم مع ناس من بره يقولوا لي ايه رايك في الشاب ده فادني. ناس من اوروبا، يعني تخيل ان ناس من اوروبا يشكر لك في طالب عنده 19 سنه في مصر، الراجل ده تصنف له التصنيف صح. انا عايز اقول لك مش كل العالم كلها مهتميه بالانجليزي بشكل عام، تمام؟ وكل المعارض العالميه بتهتم بالانجليزي، واحنا كمان لازم نهتم بالانجليزي، لان الانجليزي هي اساس
استمتاعك بال يعني ايه بالطيور احجامها كبيره. طبعا احنا بنتكلم على البغبغانات كل برده مع بعض، بس كل ما تبقى فاهم يعني ايه الاستاندر بتاع العالم هتبقى انت مرتاح جدا في الموضوع ده. فاحنا نرجع لحاجه ان احنا قسمنا الهاوي المحترف لثلاثه، مبتدئ اللي هو الجونيور، المتوسط اللي هو السينيور، المحترف اللي هو الشامبيون. خلاص سيبنا السينيور اللي هو راجل قادر، الجونيور عشان بس الناس اللي مكشفه، الجونيور هو واحد لسه مبتدئ عنده لسه شغال في تزويد معلوماته على اساسات الوراثه، على اساسات التربيه، الاضاءه، التحضين، التسويق برده بتاعه لسه مبتدئ. طب ما نخش بقى للمرحله السينيور، ده واحد قادر يسوق طيوره، قادر يعمل تواصل مع المجتمع بتاع الطيور كله، وقادر يعرف ان هو ينمي من نفسه، قادر يفرغ طيور تقدر تنافس، بس هو لسه ما نافسش عالميا. الشامبيون بقى اللي هو الشخص البطل ده اللي احنا هنتكلم وهنفضل معاه ان شاء الله معاكم باذن الله لحد ما نوصل كلنا نبقى ابطال. يبقى في مرحله الشامبيون، الشامبيون هو الشخص اللي بيقدر يحترمه جميع المربيين في جميع العالم بفرخه، بيطلع فرخ محترم جدا قادر اي حد يشوفه يقول ده بتاع فلان اللي من مصر، اللي من العراق، اللي من ليبيا، ده فلان اللي في العراق الممتاز في باب الفالو، ده الممتاز في السودان في باب البلاك فيس، ده الممتاز في كذا. فانت تبقى هو اسمه بيترتب ان الراجل ده بقى ليه متابعين في العالم كله، بقى عنده فرخ كل سنه مميز. طب لما يحصل بطوله، في عندنا حاجتين، في بطوله محليه وفي بطوله عالميه. الراجل ده قادر ان هو محليا ينافس، وقادر ان طيوره لو قدر يوصلها انجلترا عشان ينافس هيقدر ينافس. هو ده الشخص الشامبيون بقى، ده بقى اللي احنا هنفضل معاه. احنا هنفضل معاك ان شاء الله ومع نفسنا، طبعا احنا لسه بنتعلم زيك، مفيش حد احسن من حد، وكلنا لسه ما وصلناش لمرحله الشامبيون او اللي انا اعرفه. في ناس طبعا افاضل في مصر وفي الدول الثانيه وصلت للشامبيون وناس احسن من كده، في حكام دوليين بتشرفنا في كل حته، فدول ناس محترفين فعلا يعني. اما احنا مع بعض ايد واحده لحد ما نوصل لمرحله ان احنا ناخد ايدينا بايد بعض لنوصل للشامبيون. ان شاء الله احنا بنكون مجموعه كبيره قوي عشان نحط ايدينا في ايد بعض، نمشي معاك كهاوي، وهندشن اكاديميه فيها ناس من الناس المحترفين الشامبيون دول، والناس اللي قادره توصل بالطريقه اللي احنا قلناهم، هيدرسوا للجونيور وياخدوا شهادات، هيدرسوا للسينيور وياخدوا شهادات، هيفضلوا مع الشامبيون، هم يتعاهدوا بكده يعني، الناس دي تتعاهدوا يفضل مع الشامبيون لحد ما ياخد البطوله الجايه مثلا في مصر. السنه الجايه ان شاء الله هيبقى في المعارض اللي هتحصل يشارك فيها، لما يكسب وياخد مركز ويحقق مركز يبقى احنا فزنا ان احنا قدرنا نطلع هاوي من مبتدئ لهاوي محترف في المعرض. كسب خسر هو محترف من اول ما اشترك، والتنافس ده بقى والحاجه دي بتاعت ربنا، بس قادر يوصل ان هو ينافس. هو ده اللي احنا عايزينه. مصر والدول العربيه دول يعني عندها مناخ كويس، عندها شباب بتفهم جدا، شباب متطلعه. انا ببقى سعيد جدا، انا بقالي فتره كبيره يعني ليه اصدقاء من العراق والسودان وتونس والمغرب وناس كتير. الناس دي كلها بنتواصل مع بعض، وكنا طالعين مع بعض بنذاكر مع بعض وراثه ونفتح الكتاب بتاع الوراثه. طب ايه رايك الفالو ده، ان متعدد ولا مش متعدد، هل في حاجه اسمها جولدن ولا الجولدن سائد على اليورو. كل ده كنا بنقعد نراجعه مع بعض ونبتدي نسال لبعض اسئله من خلال الفرخ بتاعنا عشان نفهم، عشان نقدر نبقى قادرين. دلوقتي الناس ديت مؤثره في بلادها فعلا، كل اللي طلعوا معانا بقى مؤثرين في بلادهم وتسمعوا عنهم. احنا عايزين بقى الجيل ده يطلع كل شويه، يعني الجيل ده يطلع يزيد اكتر من كده ونساعده على انه يزيد، وفي نفس الوقت المجموعه ديت توصل للاحترافيه كلها مع بعض كدول عربيه، ديها في ايد بعض، لان احنا اكتر مبيعات، احنا اكتر فرخ، احنا اكتر فهم في الطفرات. طب احنا مش محتاجين حاجه غير ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، بس هو ده اللي محتاجينه، ودي اسهل حاجه، لان احنا بنجمعنا وطن عربي واحد والناس كلها محترمين وبتحب بعض. انا بقى بعد ما احنا قسمنا الهوا المحترف لثلاثه، جونيور وسينيور وشامبيون، واتكلمنا عليهم وقلنا ان احنا نفضل مع بعض، انا عايز اكلمك كبقى وهاوي بسيط
كلمني كهاوي عادي. انا دلوقتي عايز ابتدي اشتغل، وفي ظل الظروف اللي انا فيها انا مزرعتي ما بتحققش ربح، انا بستمتع بل دلوقتي ما بقتش استمتاع لان انا بقيت احط من جيبي. ساعتها اقول لك توقف. اول ما تيجي تقول لي انا بخسر، انا بصرف من جيبي، انا الاستمتاع بتاعي قل لان انا مش قادر اصرف على مزرعتي، هبتدي اقول لك توقف هنا وقفه. لو لسه مزرعتك قادره انها تصرف على نفسها في مده 6 شهور، احنا بنقيم كل مزرعه لمده 6 شهور، ما تجيش تقيم مزرعتك النهارده وتقول لي مزرعتي مش عارفه تبيع، لا مفيش حاجه اسمها كده. بعد 6 شهور تبتدي. والله لو 6 شهور عدت عليك وانت حاسس ان انت بتحط من جيبك، لا توقف، لازم هنا وقفه. او يعني ايه توقف بقى؟ ده اللي احنا هنتكلم عليه. هنمسك ورقه وقلم زي كده، تمام، ونبتدي نكتب فيها. واحد، احنا هنتكلم بقى على ايه بقى؟ على ست عناصر. انا بس اشوف الوقت يسمح بكده ولا هو الوقت فاضل 10 دقايق كده بس، ان شاء الله اختصرهم. يعني اول حاجه احنا عندنا 6 عناصر شغالين فيهم. اول عنصر، وكل دول هنعمل لهم مقاله ان شاء الله ونبقى نكتبه. اول عنصر، وده اللي احنا بنشوفه لما نروح اي مزرعه جديده، وانا بقول لكم اهو احنا هنفضل معاكم ان شاء الله، يعني هنعمل مجموعه كبيره فاهمه يعني ايه تسوق مزارع، تفهم يعني ايه تربي في مزارع، وهنروح للمزارع دي للوجه الله بالمجان، او هنشوفها عن طريق الانترنت عن طريق اونلاين عشان لو بره مصر، ونبتدي نتابعهم في فرخهم وانتاجهم لحد ما ان شاء الله نبقى مع بعض لحد ما نعدي المرحله دي. يعني احنا هنساعد كل الناس ان احنا بنعمل مجموعه، المجموعه دي قادره لو انت عندك مزرعتك فيها امراض تحلها، لو عندك مشاكل تسويق تحلها لك، لو عندك مشاكل في الوراثه في التزاوج او انت اللقو اللي احنا بنسميه اللقو مع الطيور، ان شاء الله في ناس هتبقى قادره على كده. وان شاء الله هندعو ناس من الحكام الدوليين يكونوا معانا، وهنروح كل المحافظات اللي انت متخيلها. ليه؟ لان اللي بيشتغل لله لازم يكمل. خلاص احنا كلنا ايد واحده، اللي محتاجني في اي حاجه، اي كيان في مصر، اي جمعيه في مصر، اي اتحاد في مصر محتاجني انا شخصيا في حاجه، انا تحت امره، لان الموضوع لله. انا مش بنافس اي حد واحنا مش بننافس حد، بس احنا عايزينك لا اما حاجتين، لا اما حضرتك تساعدنا، لا اما حضرتك تتوقف عن اذيتنا، هي دي بس اللي احنا ممكن نقولها. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ على 6 عناصر مهمين قوي عشان تبني مزرعتك. احنا قلنا ان انت مزرعتك دلوقتي الشروط بتاعتها انها توقفت عن اضرار المال مما يترتب عليه، ان انت بقيت تحط من جيبك وقللت استمتاعك، فانت مش طايق تقعد في مزرعتك، هي بتاعتها انت بقى بترجع لنا بقى، تعالوا احنا انا عندي مشكله، انا مش بستمتع بهوايتي، انا الدنيا معايا واقعه، انا مش عارف بقالي 6 شهور مش عارف بنتج وبيع طيور ضعيفه. نبتدي بقى نتكلم من اول هنا. هقول لك في 6 عناصر مهمين قوي. اول عنصر منهم التخليه قبل التحليه. هتقول لي ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اقول لك عشان تفوز لازم تعاني. ايه اللي عانيه؟ انت بتحب طيورك طبعا اللي قدامك دي كلها، بس انا عايز اقول لك، احنا قلنا في الاول الحلقه الفرق بين الهاوي والهاوي المحترف. الهاوي العادي بيربي المزاجه، مش محتاج اي حاجه، بيصرف من جيبه برضه، ربنا يبارك له، مش هتفرق معاه. هاوي المحترف هو بينتج طيور مميزه، فلازم زي ما انت بتنتج طيور مميزه انت عارف ايه الطيور ديت، ما يكونش عندك 75 عين في الاخر الساعه 75 عين دول بينتجوا لك طيور تيجي تبيعهم ما يجيبوش اكلهم، تبقى مصيبه كبيره. يبقى انت ساعتها هتحط من معاك. احنا برضو بنقول في خلال 6 شهور مش النهارده، يعني ما حدش يصفي مزرعته عشان النهارده، لا انت بقالك 6 شهور بتعاني، لا توقف وقف ونتكلم مع بعض وهنساعدك. هنعمل مجموعه طوارئ، دعم فني للناس اللي هي عندها مزارع وعايزه تكمل باذن الله، عشان كلنا احنا برضو ربنا كرمنا في الاول، فاحنا زي ما ربنا كرمنا احنا بقى في واجب علينا ان احنا نفضل معاك. طيب احنا في الاول حاجه التخليه قبل التحليه، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت قبل ما تحلي وتكسب لازم تخلي حاجات وتترك حاجات عشان حتى لو كان ده هيضايقك. انا عندي 75 عين في المزرعه بتاعتي، او 100 عين او 200 عين زي ما الناس اللي بتشوفها، وفي الاخر بيقول لك انا بقالي 6 شهور ما كسبتش. اقول له تمام، وقف كده، هات ورقه وقلم، احنا تقدر تختار لي 10 اسس بس من كل المجموعه دي منتجين انت بتحبهم شخصيا وما تقدرش تستغنى عنهم، قادره المجموعه ديت ان انا لو شغلتها حاضنها هكسب، تمام؟ عشان في ساعات المربي، انا شخصيا لما يعني كنت عايز اطلع من الانجليزي بشكل معين، وده عمره ما حصل، لان طول عمري عندي انجليزي وبفضل عندي انجليزي،
بس عشان ما اتضايقش في لسه عندي طيور فضلت موجوده عشان يفضل لسه قلبي متعلق بالطيور بتاعتي وحبي ليهم. لو كنت بعتهم احس بفجوه وانا مش عايزك تحس بالفجوه دي. فانت هتعمل ايه؟ هتمسك ورقه وقلم وتمسك حاجه زي كده وتكتب الاصوص اللي عندك كلها وايه ارقامها وفلوسها ايه. وده لسه هنخش في حته تانية. عنصر تاني اسمه التقييم العادل لطيورك. ما ينفعش ان انت كاتب يعني انت بتكتب عندي قص لاسوينج ثمنه كام ثمنه كذا والثمن ده مش حقيقي، دي مصيبه. لازم انت تكون قادر على التقييم العادل بتاعك، وده اللي احنا نرجع له بعد شويه. الاول حاجه عندنا التخليه قبل التحليه. انت هتمسك المزرعه بتاعتك هتقف قدامها كده في وسطها وهتعيد بقى هيكلتها. هيكلتها ازاي؟ انا عندي 75 عين، 75 عين مش عاملين لي اي نتيجه، يبقى انا كده 75 عين ال 15 عين اللي هيفضلوا على جنب وال 60 عين التانيين هاخدهم اسجلهم عندي ان هم دول هيتباعوا خلاص. هيتباعوا بقى في للبيع ده برضو عشان التفاصيل هناك كتير. البيع ده حاجتين، بيع لواحد عايز يبيع ويخلص لان هو حاسس ان الطيور عامله عليه هيدك فهو بيصرف من جيبه وده مأثر على بيته وده مصيبه كبيره، فده لازم يصفي بسرعه بالنسبه له. واحنا بننصحه بنقول له لا، عايز صفي من غير ما تخسر 4 شهور. في قواعد ثابته عشان تصفي باقل خسائر 4 شهور. طب لو انت مصمم لا هتخسر، يعني انت مثلا لو مقيم مزرعتك بكذا بقرش بقرشين لا ده انت هتاخد ربع جنيه على طول معروف لو جيت تصفي حالا. اما لو انت عندك مزرعه وبتصفيها وقعدت 4 شهور لا الخساره هتبقى قليله جدا، هتبقى على الاقل يعني ايه النص مثلا. انا مش عايز اقول لك الخساره السريعه، البيع السريع بيخسر الدنيا جدا خلاص. فانت عندك حلين، يا اما انت شايف ان في هدج كبير عليك وفي مشاكل في البيت وشايف ان طيورك هتعمل لك مشاكل، يبقى انت لازم تقف هتخلي 15 عين صف الباقي. هتحس ان انت ارتحت نفسيا، الطيور اللي انت بتحبها موجوده، الالوان اللي انت بتحبها موجوده زي ما هي وانت ما قصرناش معاك كهاوي، انت لسه زي ما انت. الباقي ده كله بيتباع بيتباع بايه؟ باي رقم تتخيله. لا اما تبيع حاليا، لا اما تبيع بعد على مده 4 شهور. بس 4 شهور ويوم لازم تصفيهم تمام؟ يعني 4 شهور ويوم، اليوم ده هتروح تبيعهم كلهم. هتقولي ليه؟ لان انت بعد اليوم ده انت مش هتقعد 4 شهور تاني فتخسر اكتر. خلي بالك ان الخساره بتجيب خساره وبتجيب عبء مادي عليك وعلى بيتك. ادام انت وصلت للمرحله دي يبقى احنا بنلحقك، احنا دعم فني لحضرتك عشان نلحقك. انت لما بتيجي تصوت كده انا عندي مشكله يبقى احنا لازم نوقف المشكله دي. تبقى خلاص عندك حلين، يا اما هتبتدي تبيع من دلوقتي تخلي 15 عين على جنب وتحبح حجم مزرعتك هو اللي يفرق. يعني مثلا واحد عنده 200 عين لا هيزود شويه يبقى مثلا 25 عين مثلا 20 عين ده اللي هيقدر هيفضلوا معاه. طيب لقيت حسب مزرعه صفيت وربنا رزقك صفيت في 4 شهور في 3 ايام في اسبوع اللي انت عايزه، انت مسؤول عن اختياراتك تمام. بس انا بقول لك اهم حاجه انك ما تبيعش طيور هتحتاجها بعدين. انت لازم تبقى داري جدا ايه في طيورك اللي انت محتاجه قبل ما تصفي واللي مش محتاجه، ودي مهمه جدا. يعني مثلا ما تجيبش الحاجات اللي انت بتحبهم وعندي قصين هم دول كانوا هم فيهم الشفاء وكان لسه لما ينتجوا كان ربنا يرزقك من ورقه رايح بيعهم. لا لازم الخطه تبقى كامله، انت حاطط خطه لنفسك. انا ببيع القصوص العطلانه بس ببقى امين جدا في ان انا اقول ان الطيور دي عطلانه. الطيور اللي لسه اول شغل اللي معايا كوبي منها اللي عندي منها كوبي، الطيور اللي انا شايف ان هي مش هتقدمني ابدا وراحت عليها هبتدي برضو يعني اتوكل على الله وابيعها. قبل ما اعمل اي حاجه هصلي صلاه استخاره وهبتدي ابيع خلاص. يعني ابيع اعمل صلاه استخاره ابيع الطيور دي ولا لا، وان شاء الله الاستخاره هتوصلك الحاجه اللي انت عايزها. الباقي كله اسيبه اللي هو 15 عين واخليهم عندي. وساعتها هتلاقي نفسك انا اصل احنا بنعمل ده ان شاء الله مع ناس كتير، هتبتدي ترتاح نفسيا.
في راحه خلاص، انا مش حاسس ان انا في نزيف في الفلوس، انا حاسس ان انا مرتاح، وابتدي يرجع لي حاجز المربي. انا نفسي اربي حبه طيور، انا فرحان بالعدد الصغير دول، الدوشه اللي كانت موجوده والاكل اللي كان موجود والهدك اللي ما كان موجود نزل على دماغي، لان الطيور نفسها بتاخد وقت، يعني بتاخد هدك من الواحد جامد في التربيه والتاكيل والكلام خلاص. يبقى التخليه قبل التحليه دي اول عنصر، ان انت لو عندك طيور كتير هتبتدي تخلي الطيور اللي انت هتنفعك، ولما تيجي تحدد الطيور اللي انت هتدخلها، ودي مرحله تانية لازم تبقى عارف. انا لو انا مثلا بتاع انجليزي خلاص، وعايز اصفي مزرعه انجليزي، ما اصفهاش تماما وارجع اعمل مزرعه جديده، ده غلط. عندي انتاجات شغاله لازم استفيد منها، عندي انتاجات مثلا رمادي جولدن، ما اروحش اقول بقى خلاص انا هصفي كل انجليزي مش طايقه، لا مفيش حاجه اسمها كده. الانجليزي هو هيجي بعد كده بقوه، خلي بالك لما تنتهي كل الطفرات، انا بقولها لك اهو، بعد ما ينتهي كل الطفرات هيرجع الانجليزي تاني ليه رونقه وليه شكله، وهيطلع الطيور كلها تنافس بين المربيين على الاحجام، ومش هيبقى فيه الاسعار الكبيره اللي انت شايفها، وهيبقى فيه اسعار ستاندر للطيور تمام. فانت لازم مثلا، انا بصفي مزرعه انجليزي، مزرعه ريمبو، مزرعه طفرات، يبقى انا هخلي النتايات اللي هتنفع معايا بعد كده، وعلى اساسها هي الاتجاه. يعني واحد بيجي لي يقول لي انا بتاع ريمبو هخش في البلاك، في البلاكات على طول، اقول له لا لو سمحت توقف عن كده برضه. ليه؟ عندك كام نتايه ممتازه شغاله؟ فيقول لي لا ده انا ما شاء الله عندي كتير، والوان ما حدش، انا بقالي سنين بوصل للمستوى ده في الريمبو. اقول له حرام عليك تصفيه، لا تعالى بقى النتايات دي نشوف ايه الطائر اللي هي. طبعا احنا المزرعه بتتقسم عندنا لثلاثه تمام، تجاري، تجاري حاجه تجاري، وحاجه للتطوير، وحاجه للمنافسه انك تنافس بيها. النسب هنقولها لكم بعدين في حلقات ثانيه ان شاء الله، ونسب النتي في في المزرعه برضو بتتقال، ونسبه التشغيل بتاع المزرعه نفسها معروفه. الكلام ده كله الناس عارفاه على فكره، والناس بتتداول ما بينها الناس المحترفين. يعني اي مزرعه، وانا طبعا اخذتها من اخواتي اللي اقدم مني، اي مزرعه بتشتغل 20% من المزرعه شغال، هي مزرعه ناجحه، عشان بس تبقى عارف. 20% بس او 20% بس قادره تكون مزرعه فاهمه هي رايحه فين، قادره تطلع طيور للسوق المحلي والعالمي للبيع. لو اشتغلت 20% المزرعه نجحت، وصاحبها مش عليه اي هدك، تخيل كده. 20% بس، انا ما قلتش نص ولا 20%. فاحنا زي ما كنا بنقول هنخلي عشان نحلي، لازم نعرف احنا بنخلي ايه، وبنطلع بايه، ونفضل معانا ايه، ده كله برده لازم يتقاس. طب او تاني حاجه اللي احنا كنا بنتكلم عليها قوي، انت كمحترف، لا التعليم المتطور. احنا اتعلمنا تربيه، اتعلمنا انك تداوي تعالج، بس ما اتعلمناش حاجه واحده اللي هي التسويق. انا واحد من الناس، انا لما ابتديت اخش في الطفرات والطيور دي، انا كان اهم حاجه عندي اتعلم حاجه جديده، ازاي اعرف اسوق. دي مهمه جدا. وعلى فكره في ناس بقى ايه بتتكسف، يعني يقول لي والله لا انا هاوي ما اقدرش اتكلم على التسويق. ليه يا باشا؟ انت ادام انت تاجر امين، ده التاجر الامين يعني مع الانبياء والشهداء، عايز اكتر من كده؟ انت ممكن يبقى ده هدفك من الحياه، ان يا رب انا بعمل كل حاجه، ها بس انا عايز اخش من الباب ده عندك، باب التاجر الامين. انا نفسي اخش من باب التاجر الامين، فربنا ييسر لك، وما تتكسفش ان انت تبقى تاجر امين. على فكره الناس اللي بتزعل من كلمه، احنا بنقول تجار اللم، ما تزعلش، انت لو تاجر لم امين والله انت جزمتك فوق دماغنا، اقسم بالله، لان ده شرف ليك وشرف لينا ان يطلع حد امين وسطنا، فما تزعلش من الكلام ده. التعليم زي ما اتعلمنا وراثه، زي ما اتعلمنا مش عارف ليه، لا لسه مفيش جنيه، زي ما اتعلمنا وراثه، زي ما اتعلمنا تغذيه وتربيه وتفريخ وكده، لازم نتعلم تسويق. والتسويق نفسه بينقسم لقسمين، كل حاجه من دي ليها كلام كتير. تسويق اللي انت تبيع طيورك عادي، وانك تبيع الكتروني. في خلال السنين اللي فاتت كان التسويق مختلف، من 3 سنين يعني ابتدت الدنيا تختلف. كان زمان كل الهواة بينزلوا السوق تما،
واللي بيلم منهم هو اللي بيطلع. دلوقتي اغلبيه التجار اغلبيه الهواه ما بينزلوش. طب هم راحوا فين؟ طب بيبيعوا ولا بيبيعوش؟ بيبيعوا. طب بيبيعوا ازاي عشان تبقى عارف؟ وانا بقول لاي ست في البيت او اي ام، زودي دخلك من خلال الطيور بنفس الطريقه دي. يعني انت لو ست قاعده في البيت قولي لجوزك كده انا هربي طيور في الحته الفلانيه عندي في الحته ديت، واسمه ايه ده، وهشتغل بيه، وهعمل مزرعه صغيره او مثلا 15 عين دي للبيت عندي والكلام ده، وهربي فيه حاجات معينه. خلاص بلاش بقى حته الجن وكده، انا قاعد لوحدي. عم حمدي، عم حامد، عامل ايه الاخبار؟ لا مفيش جنيه ولا حاجه. فاحنا قلنا التعليم ان انت لازم تتعلم تسويق، زي ما بتتعلم تربيه وتسال وطول الليل بتبعت العصفوره تعبانه، العصفوره مش عارف ايه، برضو نفس الكلام انت لازم تعرف التسويق بتاعك قد ايه، وهنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل. اداره مزرعتك، اداره مزرعتك دي قصه ثانيه، لازم تبقى حاطط رولز معين، اطلع رولز يعني ان انا ادخل ايه واخرج ايه، اللي هي المجموعات بتاعتك، يعني اللي انت حاطط نظام للمجموعه للمزرعه بتاعتك، عارف ايه اللي هيخش امتى ويخرج امتى، انا بشغل في الصيف ما بشغلش في الصيف، احط كده ده نظام مزرعتك، هاكل ايه مش هاكل ايه، طب الاكل خلص هدخل ايه، ده اداره المزرعه، مين يخش مزرعتي مين ما يخشش، قواعد، معلش شكرا. كده هو دوت اللي احنا ايه هنهتم بيه، انك لازم تحط تعمل لمزرعتك نظام معين ماشي على قواعد ثابته، يعني ما ينفعش حد يخش مزرعه القطه التفريخ، يبقى ما ينفعش حد يخش مزرعه التفريخ، العامل اللي هيجي هينظف هيعمل كذا، واحد اثنين ثلاثه، بس انا اللي هنقل البيض وانقل اسمه ده عشان السبليتات وكده، دي لازم تبقى انت موقنها برضه. التسويق اللي احنا قلنا عليه الالكتروني، اصلا في اداره صفحتك، وفي كمان انك تعمل صفحه تتابع من عليها الشغل، ليها اليات، يعني ما ينفعش مثلا بسرعه كده تكون انت عامل صفحه وحاطط صوره واحد تاني غيرك، حاطط صوره طائر مثلا دره، ده مش انا لما بحب اتواصل معاك واشوف طائر دره انا مش بتاكسي، فثقتي فيك هتقل، تمام؟ اما لو بتحط صورتك وعلى طول بتحط صور ليك، فانا هيبقى في ثقه بيني وبينك ان انا شايفك، ان لما يحصل مشكله هقول يا جدعان الفلاني الفلاني ده عمل معايا كذا، فمش واحد مختفي ورا صوره، يبقى انا مش هتعامل معاك في الصريح بس، مش هتعامل معاك في سبريتات والحاجات اللي فيها امانه يعني، تمام؟ دي حاجه بسيطه كده، لازم يبقى صفحتك فعاله وقادره ان هتجيب، وان شاء الله احنا هنعمل لقاء في محاضره حاليه وهنجيب ناس من التسويق، ناس بتوع تسويق فعليا يشرح حضراتكم الموضوع ده. التنافس المشروع، التنافس المشروع يعني ايه؟ انك انت دلوقتي انا مزرعتي في عين شمس، في مزرعه ثانيه جنبي في عين شمس، لازم انافسها، تمام؟ بس ما انافسهاش ان انا اقعد عليها، لا، ابقى انا عارف ايه الطيور اللي عندها، المنتجه عندها، هو مميز في ايه وانا مميز في ايه، انا عارف. وممكن تكون انت بتنافس حد من بره، انت مش لازم تنافس حد من مصر، انا عارف الفلاني الفلاني ده بيربي فلوس الطيور ايه، فانا قادر انافسه ايا كان، بس ده اسمه تنافس مشروع، ما فيهوش مشاكل خالص، لان انت عارف انا مثلا ايه، احنا شغالين على مين ينتج انجليزي ريمبو، يبقى احنا كلنا انا قادر اوصل واسال، ما فيش مشاكل، لان المفروض ان الهاوي الاخر لما انا بساله هيجاوبني، لان ما فيش اي مشاكل، لان احنا ده تنافس مشروع، ما فيش مشاكل، احنا مش بنحقد على بعض، فهو انا هساله مثلا انت وصلت ليه؟ وصلت ل 1 2 3 والله، وهشتغل على 1 2 3، واقول له والله انا كمان وصلت على كذا، وان شاء الله ربنا ييسر هوصل لكذا، فايه رايك في كذا، ونبتدي نتناقش، ده اسمه تنافس عشان مين فينا ينتج الافضل، وبعد كده نرجع نحط ايدينا في ايد بعض بطيورنا ويقدر نعدي في المرحله دي. الاحترافيه دي اخر مرحله عندنا، وان شاء الله هنخصص لكل عنصر من ده حلقه كامله. الاحترافيه انك انت بص، دايما احنا اتعلمنا من الرسول عليه الصلاه والسلام، وعايزك تصلي على النبي، ان انت لما تيجي تبص او تيجي تعمل الامر ما تاخدهوش متوسطه واقله، لا تبص لاخره. يعني الرسول عليه السلام في عز وهو لسه بيحارب قريش، كان في نفس الوقت بيبعت لروما لقيصر والمقوقس والناس ديت كلها بيبعت لها رسائل، طب ليه؟ لان هو باصص للفوق. انا عايزك برضو لما تيجي تنافس ما تنافسش اللي زيك، لان التنافس مع الناس اللي زيك
تنافس كويس جدا بس مش هيقدمك خالص. انت مفروض تنافس على افضل حاجة. يعني انت لو شايف ان في الباب بتاعك اللي بينافسك واحد من اوروبا، انت لازم تبقى قادر على منافسته وقاعد تواصل معاه عشان تنافسه هو. بس ما تقعدش تبصص للي تحتيك، والله انا افضل من اللي جنبي، لا، الناس كلها هتسبقك. في حبة حاجات في الموضوع ده هنتكلم عليها في الاحترافية، وان شاء الله نوصل مع بعض. انا مش محترف، انا بس انا بأمل ان انا اوصل لكده ان شاء الله. ومع بعض باذن الله في حلقات تانية ان شاء الله هنتكلم على الست عناصر بتفاصيل، وهنعمل ان احنا ننزل لك في كل بلد مع مجموعة من الناس اسماء معروفة هتيجي. لو انت عندك مشكلة في مزرعتك هتبتدي تحللك المشاكل اللي مزرعتك، اللي قادر يحل مشاكل الادوية، اللي قادر الطيور العيانة ومشاكل المرض وكده، اللي قادر الاكل والكلام ده، اللي قادر يقول لك التزاوج واللقو بتاعك، اللي قادر يقول لك تعمل صفحتك الشخصية ازاي. ان شاء الله هننزل في محافظات، ان شاء الله هنحجز مراكز معتمدة هننزل من خلالها، وهنشرح لعدد كبير في كل محافظة من دي. ده كله ده ما بالمجان لوجه الله. وزي ما ربنا رزقنا من وراكم، ربنا يرزقكم اكتر، واحنا ليكم علينا فضل. فضلكم ان انتوا في يوم الايام احنا كنا قليلين وتدعمتونا، ولازم احنا الدور يجي علينا لما نبقى برضو عندنا ربنا رزقنا شويه، احنا كمان ندعم اللي تحت مننا. وشكرا، واتمنى ان ما اكونش اطلت عليكم، ومتشكر للجروب الكريم استاذ مصطفى رجب وجمعيه البحر الاحمر، والناس دي محترمين جدا، والناس فاهمه يعني ايه تعاون. فاسال الله العظيم ان يبارك فيهم ويبارك فيكم ويبارك في مصرنا ويبارك في كل الدول العربيه. حطوا ايدكم في بعض، ان شاء الله الجاي افضل، واحنا بنشتغل من اجل هوايه افضل. السلام عليكم.